في شهود بالكلام ده. انا بكره بفتح الملف ده تاني النهارده يا جماعه، لانه دي قضيه مهمه جدا دلوقتي. في امهات كتير جدا بتشتكي وبتطلع بتتكلم على السوشيال ميديا، ويطلعوا يتكلموا في الاعلام، معانا حكم ضم، معانا حكم حضانه، ومش عارفين ينفذه. الوالد مخبي الاطفال. هنا بيجي يقول الوالد، انا ما اعرفش هي معايا ولا مش معايا، ممكن يكون هو صادق، انا ما دخلتش ما روحتش بيته وشفت، ممكن اكيد تمام. فهنا بيجي الوالد يقول لك لا هو مش معايا، الطفل او الطفله مش معايا. هنا الحل ايه؟ يعني ممكن نحل المشكله دي ازاي؟ يعني البنت مش معاك، لا لا في شهود يا فندم. وبعدين هي اساسا كلامها كان واضح ان هي كذب اساسا، يعني هي قالت يوم الكذبه ايه في المحاضره يا استاذي. طب انت متاكد ان البنت معاها؟ ايوه يا فندم. فانت مطمن على البنت؟ ايوه مطمن على البنت انها معاها. اه ده كيد مش اكتر، بس يعني عمل. طب بس هي هتستفيد ايه حضرتك؟ يعني كل اللي عملته الكذب ده استفادت ايه؟ ده بيتحارب فيا اكني واحد يعني عامل معاها مش عارف يعني. لحد اخر لحظه لو حضرتك الشيخ اللي انا قلت لك عليه كان حاضر وكان بيتكلم معاها في التليفون وبيقول لها انت بتعملي ده غلط، ما ينفعش انت تسيبي بيتك في الوقت دوت وجوزك مش مقصر معاكي في حاجه، تمام. انا كنت بستنجد بالشيخ ده، لان الشيخ ده راجل طبعا بحترمه جدا، بقول له تعالى الشيخ بيتي بيتخرب، تعالى الحق اقعد اتكلم معاها شوف ايه في حاجه غلط. يعني لحد اخر وقت بستنجد، يعني مفيش حد عايز يخرب بيته. يعني انت مطمن ان البنت معاها؟ اه البنت معاها اكيد. مش معاك؟ لا لا مش معايا، البنت معاها. طب هي ليه بتعمل كده؟ ليه بتقول ان البنت معاك؟ اصل هي هتستفيد ايه؟ ما هي البنت لو معاها، طب ما ترفع قضيه نفقه. طب يا فندم يعني هي هتستفيد ايه من الكذب اللي انا معاها 18 يوم من غير اكل؟ وتستفيد ايه من المحاضره اللي عملتها فيها؟ يعني مامتها عورتها وراحت تعمل فيها محضر ان انا معورها، والكلام ده طبعا ما حصلش ماشي، وعلى الشوط طبعا. فهتستفيد ايه من كل ده؟ ليها حق الرد على فكره، ليها حق الرد في كل حاجه، بس انا قضيتي قضيه الحضانه. انا قضيتي قضيه الحضانه. انت البنت بتقول انها معاها، وهي بتقول ان البنت معاك، تمام. طب البنت فين؟ ولا معاك ولا معاها مثلا؟ هي البنت معاها يا فندم. معاها؟ انت متاكد انها معاها؟ متاكد. ايوه ايوه، والقانون هيثبت كده. طب ما ترفع هي قضيه نفقه بقى عشان تبتدي تستفيد. هي والله بقى هي زي ما ماشيه بقى، ما اعرفش تخطيطها ايه بالظبط. يعني هي عماله تحارب فيا من كل حته اصلا، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. يعني في شهرين في وقت قليل جدا يعني لقيت حاجات بتحصل. طب انت عايز تحل ولا مش عايز تحل؟ بامانه والله ممكن احل، بس بيبقى في شروط طبعا يا فندم، لان مامتها داخله في حياتنا تدخل غير عادي. يعني مامتها لازم تقول لك لازم تجي لي كل اسبوع تبعد عندي يومين، ده يعني انا اول ما اشوفها. يعني انت عايز تحل؟ ممكن احل. ممكن تحل؟ ممكن احل. انت بتحب مراتك وبتحب بيتك وبتحب اولادك. مفيش حد يا فندم عايز يخرب على بيته يعني. يعني انت عايز تحل؟ اكيد يعني اي واحد بيبقى، بس طبعا انا شايف بالوضع اللي انا شايفه طبعا مامتها وباباها. طب انا هحاول احل، انا عايز احل، انا عايز احل. طب انت حضرتك يعني ما دخلتيش اساسا، يعني هي طبعا حكت تفاصيل، انت لازم تسمعي التفاصيل برضك وتشوفي. خلينا ما نتكلمش عن اللي فات خالص، خلينا نتكلم عن اللي جاي. هي اتكلمت يا فندم وقالت حاجات. خلينا نتكلم عن اللي جاي، خلينا نتكلم عن اللي جاي حضرتك يا فندم بعد اذنك. هي اتكلمت في حاجات تسوق بيا، فانا عايز احكي التفاصيل. اللي عايز يحل ما بيتكلمش في فات. لا انت حضرتك يا فندم انا دلوقتي سمعتي اتشوهت بكلام اساسا كله كذب، انا عايز ادافع عن نفسي واحكي التفاصيل برضه. طيب انا بس الجمله اللي انت دلوقتي، انا واخده وعد منك ان انت عايز تحل، ده وعد اكيد مفيش حد عايز يخرب. انا واخدت وعد منك على الهواء قدام الناس ان انت عندك النيه ان انت تحل، وانت مش عايز تعمل مشاكل صح؟ لا طبعا مش عايز تعمل مشاكل. طيب طبعاً. انت لو شفتها قدامك هتعمل ايه؟ لو شفتها قدامي هتحل معاها؟ لا طبعا مش هحل معاها، يبقى في ناس تقعد وتحط الشروط اساسا. لا مفيش اتنين بيحلوا، عايزين ناس وسطهم. انت 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 صاحب الشأن وهي صاحبه الشأن. ما انت يا فندم لو سمعتي اساسا التفاصيل ممكن انت حضرتك انا اسمعها، مش هقول لك مش هسمعها، بس انا خدت منك وعد ان انت عايز تحل. تمام تمام. طيب فاصل ونرجع، فاصل وهرجع، ناخد فاصل.